النهاردة عيد استشهاد قديسين جميلين، هو القديس أبادير والقديسة إيرائي. يمكن يعني كتير مننا بيقولها إيريني لكن هي إيرائي، قديسة أبادير والقديس قديسة إيرائي، الأخوات، وكانوا من أولاد ملك يعني، وكانوا وارثين العرش، وكان رتبته هو استحسلار، وكان معروف. والسؤال، ما الذي يدفع إنسان مثل هذا للاستشهاد؟ إيه اللي يخليه يفكر يستشهد؟ هو ليه هذا القديس كانت حياته عند نفسه كده رخيصة بالمقارنة بحاجة تاني، بيفكر في حاجة تاني؟ واضح إن كان قدام عينيه أمر غالي جدا. أول حاجة زي ما سمعنا النهاردة في إنجيل لوقا 21 إن الكتاب المقدس على لسان السيد المسيح سبق وأخبرنا باللي يحصل مع القديسين. فالكتاب المقدس هو كان أول سبب في استشهاد القديسين دول، أو بمعنى صح سعيهم للملكوت الأبدي. كان أول سبب لأنه سبق وأنبأهم، عرفهم اللي هيحصل، وعرفهم بملكوت السماوات وبالملك الأبدي، وعرفهم أيضا بالآلام، وإن ربنا يسوع قالها أنا معكم كل الأيام. في الكتاب المقدس كلمة ربنا تثبت الإنسان في محبته، وتثبت الإنسان في الطريق، يخلي كل الحياة دي صغيرة جدا بالمقارنة بمحبة ربنا. لما يكون الإنسان بعيد عن ربنا يبقى العالم كبير، الشهوات كبيرة، والمال يبقى ضخم جدا، والمستقبل أيا كان شكله. لكن الإنسان لما يكون مع ربنا يبقى العالم صغير، ممكن ينجح ويشتغل وبزي الكل، لكن العالم يبقى صغير، ما ياخدش أبدا مساحة أكبر من مساحته. والشهوات ما تبقى في مكانها، أكل وشرب وزواج، ما تبقاش بره مكانها، تبقى متظبطة. ولما يكون الواحد مع ربنا يبقى شايف الحياة أنها جميلة لأنها مع ربنا، بس الأبدية أجمل، والحياة مع ربنا أجمل، والسماء أحسن. فالإنسان يبقى شايف الأمور بمقاييسها الطبيعية، لكن إنسان بعيد عن ربنا تبقى الأمور مقاييسها ضخمة صغيرة. يكبر جدا العالم، يصغر جدا الحياة مع ربنا. أما الميكروسكوب بتاع الحياة مع ربنا يظهر الأمور على حقيقتها، يشوف العالم إنه هو فعلا صغير وتافه وبسيط وشوية وينتهي. يبقى الإنسان عايش فرحان مع ربنا، تمتع حياة جميلة مع ربنا، حياة ممتعة مع ربنا، ممكن يبدع، ممكن ينجح، يبقى جميل وناجح في حياته، ولكن قدام عينيه السماء نمرة واحد. يبقى أول حاجة تخلي القديس أبادير وأخته إيرائي إن هم يتقدموا الاستشهاد بشجاعة هو معرفتهم بالإنجيل وعود ربنا. سبق ربنا وأنبأهم، قال لهم كده العالم، في العالم سيكون لكم ضيق، عشان كده ما كانش مفاجأة ليهم. ساعة واحد النهاردة يسأل يحس بضيقة مثلا، أو يحصل مثلا اعتداء، أو حد يفجر في حتة يموت مسيحيين، يقول ليه يا رب؟ لما ربنا سبق وأنبأنا، هو عرفنا باللي يحصل. كتر خير ربنا إن هو سبق وعرفنا. نمرة اتنين، إن كان القديسين دول عندهم شهوة الأبدية، مش مجرد تسمع عن ملك الأبدية فرحان إنك تروح السماء بعد عمر طويل، فرحان إنك تبقى مع القديسين والملائكة ومع العذراء ومع ربنا نفسه شخصيا، لا، ده أنت عشان دقت الأبدية هنا ومزقت الأبدية. أحبائي، مزقت الأبدية، الإنسان لما يجي يصلي بعمق، لما يقرأ إنجيل ويتمتع بالإنجيل، لما يقرأ سير قديسين ويتأثر جدا بيهم، ياخد حتة صغيرة اسمها مزاقة الأبدية، عربون الأبدية. عارفين الواحد ممكن يشتري مثلا حاجة، يبيع حاجة بمليون يورو مثلا، فاللي هيبيع دوت اللي هيشتري منه يقول له خد أنصالون كده مثلا، خد مثلا 50,000، ده عربون. فالإنسان يفرح ب50,000، ما بال لما تبقى هي مليون هيفرح قد ايه. فكمان كده ممكن إنسان بيحب ربنا ساعة الصلاة
ربنا يديله نور من بتاع الأبدية، لمحة من الأبدية، من جمال الأبدية. ممكن في قداس، واحد في قداس كده ربنا خلى الإنسان دوت يبعد عن كل الأفكار الغريبة، ينسى كل اللي حواليه ويندمج في القداس، يخش بعمق. ممكن في القداس يشوف نور الأبدية في لحظة كده تكفيه كل القداس، تكفيه أيام، يمكن كمان شهور كتيرة، يمكن سنين كتيرة. ليه الواحد يسيب العالم ويروح الدير، أو تسيب العالم وتروح الدير هو أو هي؟ لأنه في مذاقة الأبدية دي موجودة، لازم ربنا أدهم عربون عشان يقدروا يعملوا كده. فأبا أدير ده وإراء إخواته كانوا عندهم مذاقة الأبدية، في عربون الأبدية، شهوة الأبدية قدام عينيهم، وبعدين عندهم استنارة، عينهم مفتوح، شاف الأمور صح. ممكن واحد يبقى عينه مفتوحة بس مش شايف، حتى طبيا يعني ممكن تبقى عينه مفتوحة خالص وسليمة 100%، لكن شايف الأمور غلط. نمرة ثلاثة، حياة الاستعداد. لو القديسين دول أبدير وإرائي كانوا مشغولين مثلا يعني بالمال، محبة المال، مش مستعدين. لو كانوا مثلا مشغولين، كل واحد عايز يعمل بيت ويخلف، حاجة كويسة طبعا يعني، احنا عايزين كنت تخلفوا وتجيبوا عيال يعني، بس هو كانوا مشغولين فقط بربنا. حتى لو كان عندهم أطفال، حتى لو كانوا متجوزين، بس هم مشغولين بربنا، فكانوا بيحيوا حياة الاستعداد. واحد يسيب الصلاة ويسيب الكتاب المقدس ويسيب الأجبية بتاعته ويسيب التأملات ويسيب الكتب الروحية ويقول أنا مستعد، يقول له لا أنت مش مستعد، بيتهيأ لك. ولو الشيطان جه جربك هتروح عمل إيه؟ على طول هتسقط. لكن القديسين دول كانوا بيحيوا حياة الاستعداد. فاكرين مريمينا صاحب البيعة دي؟ مريمينا ده راح 5 سنين قعد في برية وحده، يصلي، يكلم ربنا، يقرأ إنجيل، حياته كلها 5 سنين عصارة مركزة مع ربنا. بعد ال5 سنين يحصل إيه؟ ربنا يقول له يلا بقى أنت بقيت جاهز خلاص، روح الاستشهاد. وهو جاهز مستعد، ما كانش ينفع ياخد واحد كده من على الخطية، من فعل الشر، من ديسكو، من مش عارف ايه، يقول يلا استشهد، يقول لا لا عايز استمتع بالحياه، ده لو مت هيروح جهنم. يبقى مش مستعد بكل ناحيه، لا هو مستعد عشان هو مش عايش مع ربنا، ولا هو مستعد لانه برضه مش عايز يسيب الحاجه اللي فيها دي. يقول كده يموت الزمار وصوابعه بتلعب. فواحد زي كده بيبقى عايز لسه يكمل يعني اللي هو فيه. يبقى اول حاجه تحمي الانسان وتخليه مستعد دايما معرفتك بالانجيل الدايمه، الانجيل بتاعك المفتوح. 2، شهوه الابديه، دايما تفكر في الابديه، وكل ما تفكر فيها هتشتهيها، شهوه الابديه دي بالتفكير. 3، انك تحيا حياه الاستعداد، تكون مستعد، ما تكونش نايم في الخطيه. 4، اخر كلمه قالها النهارده ربنا يسوع، بصبركم تقتنون انفسكم. الصبر يخليك تغلب، اصبر على الخطية، بمعنى انك تجاهد. لو وقعت مرة واثنين وعشر وعشرين وخمسين، اصبر هتغلب، هيجي يوم تغلب وتبقى غلبة نهائية وتفرح وتبقى مع ربنا. اصبر في الضيقات، لو عندك ضيقة سواء بسبب صحة او تعب او جار او اي الى اخره، اصبر في الضيقة تتحل وتشوف ايد ربنا وتفرح وتثبت. في الضيقات كتيرة ينبغي أن نرث ملكوت السماوات. شوية ضيقات صغيرين، أنتوا كلنا مرنا بضيقات مش كده؟ فين الضيقة النهاردة في حياتك؟ مفيش، عدت خلاص، أصبحت تاريخ، أصبحت زيرو، أصبحت نول، مفيش. ما دام الضيقة عدت ونشكر ربنا أنت بخير، تبقى الضيقة دي إيه؟ قوتك، اديتك قوة واديتك بركة، وتعتبر هي ضيقة علمتك القوة والصبر واحتمال، لكن في النهاية هي عدت النهاردة وملهاش تأثير. ربنا يدينا ان احنا نحيا حياة الاستعداد ديت، ونكون زي أبدير وإراء المستعدين. مش لازم استشهاد، لكن يبقى عندنا شهوة الأبدية، يبقى عندنا استعداد لمحبة ربنا ونعيش معاه، يبقى عندنا صبر عشان نحتمل ونجع ونقوم، بس نقوم بسرعة، ونحتمل إخواتنا ونحتمل تعافاتنا، ويبقى عندنا في حياتنا
الاستنارة بتاعت الأبدية، مذاقة الأبدية، إنك تذوق الأبدية شكلها إيه؟ ذوق وانظروا ما أطيب الرب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الأبد كلها. آمين. من نعم من الإسفاتس دي سونس ونسهل من جايس هنقول آمين.